وإقامة عدل ومقاصد الشريعة لنظام ملك وتوريث. وشفنا الأمويين شو عملوا بالعلويين، وشفنا العباسيين شو عملوا بالأمويين، وشفنا بلاوي سودة في التاريخ. ولكن هذا التاريخ، هل هذا التاريخ هو دين؟ يعني لما حدا يجي مثلا يستدل بالتاريخ، هل هو يعني يقيم الحجة على ديني؟ لا، مرجعهم طبيعي لا. الدين، مرجعهم الدين. حمدي، هم كيف فهموا الدين؟ هل احنا نعتقد مثلا الخلافة العثمانية خلافة معصومة أو دولة معصومة؟ هسه بدك ترجعنا على نقطة أبو علي. لا لا، أنا لازم احنا نفرق. لا لا لا، أنا ما بنكر لليوم الإسلام فيه توسع، وإحنا وهو كويس لو سنحت لنا الفرصة، لو سنحت لنا الفرصة وأخذنا القوة الكافية، أنا بحكي لك يعني لو تحررنا من الظلم اللي احنا فيه، من بلادنا المفككة، تمام، لن نكتفي في بلادنا. طبيعي سنذهب إلى أوروبا، سنذهب إلى أمريكا، سنذهب إلى الصين، هذا إشي طبيعي. إذا الموضوع ملهوش علاقة بروحانيات وأخلاق وكذا، وما الأخلاق وهالأمور هذه كلها، لأنه لها علاقة سياسية. إذا هي حركة سياسية بحتة، بشرية، يعني بشر اخترعها فيها بشر. سياسة، تمام؟ لا، هي فيها سياسة ولكن لا، ليست حركة سياسية. مو شو يعني، لحظة، مو يعني بدك تفكر فيها أنت. الأشياء اللي بسنها القرآن هي، أنت معاك، هي كانت منتشرة موجودة، هي مقتبسة على فكرة من الدولة الرومانية البيزنطية، من الدولة الفارسية، مفاهيم معينة متعلقة بما يسمى الزكاة وما يسمى الجزية وكذا. هاي الأشياء كلها، هذه كلها يعني النظم موجودة، كانت منتشرة. بالتالي هي حركة سياسية، هي بحت، هي نفسها. يعني محمد سياسي، هو شخصية محمد إذا وجد سياسي، رجل سياسة. ما هنا الالتباس. هسا احنا لما نقول لك ان الدين الاسلامي بالنسبه لنا نظام متكامل، طبيعي انه يكون في سياسي، لو طبيعي كان انه يكون في متكامل، سياسه. يا حمزة، لو هسا كان احنا من وجهه متكامل نظرنا، احنا بنحكي لك من وجهه نظرنا، لما ندعي شوي ونزعم ان الاسلام أقول لك، نظام متكامل، لازم يكون في سياسه، طبيعي، ولا كيف لو بده يصير كان، متكامل؟ يا حمزة، هو نفسه صاحب الشريعة وصاحب الإسلام، أو اللي أسس الإسلام، هو نفسه عنده الفكر الملكي الملوكي، وأورث، حاول يورث الموضوع، حاول، ما جاهوش أولاد، ما لم ينجب أبناء، فحاول أن يورث لأقرب الناس إله من قرابة بني هاشم علي. ثم انقلب لم عليه، يحاول أن وصارت يورث لعلي الانقلابات نهائيا. وصارت الانقلابات وصارت لا لا هذا الواقع، هذا الواقع موجود. حتى قال: لا، ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. تمام، المودة في القربة، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والآيات اللي تشير إلى هذا الجزئية. يعني هو يقدم نفسه وأهل بيته وآل بيته وأنسباءه، يعني أقرب الناس إليه، على أنهم مقدمة الناس، وهذا تزكية منه أنهم هم المقدمين، وهذا اللي صار فعلا. يعني تمام، فهو أكيد سياسي، تمام، لكن إذا موضوع نظام متكامل، لا، هو ما كانش، هو سياسي، لكن مش متكامل. لو كان متكامل، ليش صارت الحروب بين الصحابة هذه، حرب الجمل وحرب صفين وحرب، كلها على الملك، كلها اللي بتيجي تبحث فيها انت، تمحصها تاريخيا واحاديث، وكله تفاسير كله، تجد انه كلها حروب على الملك. ما كانش متكامل، لو كان متكامل كان وضع اسس معينة يمشي عليها الناس. أول انقلاب صار في السقيفة، هذا واضح. وعمر هذا من الخطاب وجهة يقول: نظرك انه انقلاب، بس انا لحظة، كانسان عمر مسلم الخطاب سني يقول، ما اسمع بعتقد انه اسمع انقلاب. حمزة، أفيدك شغلة. عمر الخطاب قال سماها فلتة. فلتة، بيعة أبو بكر فلتة، نجانا الله منها. بقول لك، يعني زبطت على هوا العين العورة، فلتة. لو انها يعني ما راحت ومشت الناس وبايعت ابو بكر، حرب اهليه وراح الاسلام ومات في مكانه وراح. تمام؟ لا، هو وحكاها، وهي من الروايه موجوده في البخاري، موجود في البخاري، بغير البخاري قال فلته فلته، لا اوصاله، ولا في وصيه، ولا في نظام، ولا في شيء. قال: كتاب، اكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي. اول من اعترض عمر اعترض، قال: ما له، أهجر؟ تمام، أكيد انت بده حاليا يورث. يا خلف نقضت نفسك، انت حاليا نقضت نفسك كيف؟ لانك انت من دقيقتين
حكيت إن محمد قدم أهل بيته على أساس إنه يخليهم خلفاء من بعده أو ملوك، وفي نفس الوقت هسه بتحكي إن محمد راح بدون ما يوصي لحدا، فهنا في تناقض عندك، يعني هل محمد لا مو لو قدم لو أهل بيته ولا لم يقدم أهل بيته؟ كتب، كان يكتب كتاب فيها، كان يكتب كتاب فيها كمان. ملك، إذا ملك، هو لو ملك، هو ملك انت كم بيورث شوي حكيت ان محمد، يعني مقدس. كان بده يقدم اهل بيته يملكوا من بعده. ايوه أو فعلا فعلا كتب، كان يكتب كتاب، تمام، كان يكتب كتاب فيه، قال اعطوني كتاب اكتب لكم كتابا كتب لن الكتاب. تضلوا طب بعدي. شو عرفك طب شو عرفكم بان الكتاب اللي كان بده يكتبه انه بده يوصل علي؟ طب افرض كان بده يوصل لواحد غير علي مثلا، ليش يعترض عمر؟ تتبنى انا ليش عمر يعترض؟ خلف خلف عندك عمر، بيعة عمر ما الغدير اعترض، يا خلف، عمر ما ما اعترض على اعترض الموضوع. انت اعترض لما اعترض تروح على الروايه رزيت، انت بتقرا روايه رزيه الخميس، اول شيء في الروايه نفسها، اللي ذكرت في صحيح البخاري، تمام، لم يذكر اسم عمر ان اعترض على الكتاب. لا، في شخص قال ان النبي يهجر، صحيح في شخص، ولكن مين هذا الشخص؟ هسه طب اسمع، طب خلينا بس اتكلم، لحظه شوي، في عندنا روايه، احنا في عندنا روايه ان العباس، اللي هو عم النبي، ذهب إلى علي فقال له: يا أبا الحسن، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يعطيك الخلافة من بعده. شو قال علي؟ هاي الرواية موجودة. شو قال علي؟ قال: أخشى أن أذهب إليه، تمام، فيمنعها عنا إلى يوم القيامة. حلو؟ حلو. فالرواية تبعت رزية الخميس، لجت تبعت رزية الخميس، أول إشي عمر لم يعترض على الكتاب، مش عمر عارف قال كلمة واحدة شو فقط. المغزى من عمر قال، الموضوع، أخشى أن ما أنا جاي في يمنعها الحكي، عنا، مش عارف شو المغزى. ما أنا جاي في الحكي، تمام. أيوه واضح. فعمر، قال في الرواية: قد غلبه الوجع. هسا في شخص ثاني مش معروف مين هو، هسا إحنا ما بنعرف مين هو، تمام، ممكن هو، شو عرفك إنه هو؟ شو عرفك انه هو؟ غلبه من باب الوجع، المعروف. هجر، غلبه الوجع، غلبه، في شخصين، الوجع يعني في المرض اللي شخصين، فيه أثر عليه. في شخص قال هجر، هو في عمر، شخص ثاني اللي هو عمر قال غلبه الوجع، تمام؟ مش شخص واحد، أنا عندي سؤال لك يا حمزة، بدي أسألك: هل الرسول بموت بعد سنتين من تسميم اليهودية إله، ولا سم جديد تم تتميمه من خلال حفصة وعائشة؟ وهذه الرواية واقف، كان واقف عمر فوق راسه عشان يطمئن إنه مات، ومحمد طلب، إنه يكتب كتاب ورفض إنه يكتب الكتاب لأنه كان يعرف إنه هذا الكتاب راح يولي فيه علي، كان واقف فوق راسه والله. يعني هاي بتسمى شوف، فيه تيمون. هاي لأنك تقدر خزعبلات تسأل الشيعة، هاي أكبر دكتور خزعبلات يا عزيزي. الشيعة، عايشين، الشيعة لا عايشين، أفلام يا عم زومبي. الشيعة، هذا يا الكلام حمزة، غير موجود لا نهائي، والله دقيقة شوي هذا يا الكلام غير حمزة، موجود نهائي. حمزة يعني عمر، أنا مش عارف، يعني عمر اللي سمي النبي، أو عائشة اللي سمت النبي، أو حفصة اللي سمت اللدود، النبي، قصة يعني اللدود، من بعد اقرأ النبي إحنا قصة اللدود، اقرأ، ما عارف، ما مش قارئها، اللدود، قصة اللدود بتعرفها، قصة محاولة اغتياله في تبوك، قتله في تبوك، معركة تبوك، لما رجعوا من تبوك حاولوا اغتياله العقبة، في العقبة، طيب فهذا معروفة موجود. قصة، معروفة، بس ما اشاروش له. انتوا بتتهموا فلان، اشخاص بعين، فلان، مين فلان هذا؟ فلان وفلان وفلان، بقول لك ابن حزم، بذكر هاي، بذكر بشير لهاي الروايات، بواحد من رجال مسلم، ببقى اجيب لك اياها، قرأك اياها، واحد من رجال مسلم ضعفه، ابن حزم ضعفه، ليش؟ قال لأنه روى روايات تقول بأن أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم حاولوا قتل الرسول يوم تبوك. الحين انت روح راجع الرواية، هو الرواية ليش أنكرها؟ هو ليش أنكرها؟ يا جاية حمزة، من طريق مين؟ يا من مين حمزة، جاية؟ من الشيعة، طبيعي ان الشيعة يطلعوا هيك يا روايات. حمزة، ابن حزم ضعف هذا الرجل، ثقة، هو ثقة من رجال مسلم، هذا الرجل من ضعفه، ليش؟ لأنه روى روايات بأسانيد متصلة إنه كذا كذا كذا، القصة روايات موجودة، وهذا من رجال أعطيني، مسلم، اللي ضعفه ابن أنا حزم من بطالبك رجال مسلم. بالرواية، ممكن بس أنا بطالبك بالرواية،
بطالبك بالروايه اللي انت بتحكي انه مذكور فيها فلان وفلان وفلان وفلان، وهو من رجال مسلم والسند صحيح متصل ليس فيه اي ضعف. ممكن تبع